افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أمس المعرض الدولي للكتاب في دورتها 49 بحضور نظيرها الجزائرية الدكتور عز الدين ميهوبي وعديد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأوروبية. 49 عاما من القوى الناعمة عقدت روابط كادت أن تنحل وفكت التشابك بين العديد من الأخوة وقربت الآراء واختصرت مسافات بين الشعوب بذكاء وعفوية وقوة الكلمة. إنه معرض الكتاب الدولي المصري. نسخة هذا العام من المعرض جاءت في شكل مغاير لما سبقها، فهي تحمل عنوان القوى الناعمة كيف، لتشهد زخما كبيرا فيما يخص مجال السينما، وتحتفي بثلاثة من أجرأ وأقوى المخرجين المصريين، وهم داود عبد السيد وعلي بدر خان وخير بشارة، كما يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية بعرض سينمائي نادر لها. أما عن الدولة ضيفة الشرف لهذا العام فكانت الجزائر الشقيق، وهي الحائزة لهذا التكريم بحضور وزير ثقافتها الدكتور عز الدين ميهوبي. وحول شخصية المعرض لهذا العام يأتي الكاتب الراحل الأديب عبد الرحمن الشرقاوي كأيقونة وطنية يحتفى بها بمشاركة روائعه. عبد الرحمن الشرقاوي ما أقدرش أحطه في خانة واحدة، ولكنه مفكر مصري بامتياز. أنا عايز أقول إن ضيف الشرف بباله علاقة بدولة ضيف الشرف وهي الجزائر، واهتمام مصر بدولة ضيف الشرف يؤكد اهتمام مصر بالبعد العربي والإفريقي، والتركيز ان الثقافة تبقى قوة ناعمة لمصر في دورها وريادتها العربية والإفريقية. عبد الرحمن الشرقاوي من الكتاب المتميزين المصريين، وعلاقته بضيف الشرف ان عبد الرحمن الشرقاوي رواية مهمة اللي هي مأساة الجميلة، اللي اتعمل سيناريو فيلم جميلة بحريد اللي اخرجه يوسف شاهين المخرج المصري. وان شاء الله يكون هناك ندوات فكرية قوية عبد الرحمن الشرقاوي، وأيضا لضيف الشرف الجزائر اللي بتشارك السنة دي ب 500 عنوان جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب. ولأنه على كل القوى الوطنية وعلى رأسها القوى الناعمة مجابهة أخطر التحديات الفكرية، فقد قامت وزارة الأوقاف بمواجهة الفكر المتطرف عن طريق الدفع ب15 كتابا بأسعار مخفضة، كما يشارك الأزهر الشريف بدوريات وإصدارات علمية في جناحه. زخم ثقافي وفني تشهده القاهرة هذا العام تحاول فيه تحريك مياه الحركة الثقافية العربية التي أنهكتها حروب وقلاقل الربيع العربي لسنوات ماضية، كما تحاول فيه مد جسور الثقافة والألفة بين أبناء الوطن العربي، ليصبح المعرض المصري متنفسا للشعوب المتعطشة للاستقرار بعد غياب طويل.